بنسمع ما قاله المتحدث باسم البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية اليوم. متى إلى متى ستستمر هذه الحملة؟ هذا يعتمد على طلب حكومة الائتلاف الوطني، وسنواصلها إلى ليس لدينا وقت محدد حتى الآن، لكن نحن نتعاون مع الحكومة الليبية ونأمل أن الأمر لن يتطلب منا مشاركة طويلة الأمد. هذه شاهدنا أن أعداد أفراد داعش يقلون في ليبيا، وهذا بسبب الضربات الدقيقة، ونحن نواصل تقديم المساعدة في جهودهم في هذه الحملة التي تتم على الأراضي الليبية. هذا بتنسيق مع حكومة الائتلاف الوطني، والرئيس أعطانا التخويل في المضي قدما في هذه الضربات بتوصية من الوزير كارتر والوزير دنفورد، والحدة وتكرار هذه الضربات يتم بالتنسيق مع الحكومة الليبية.